إنهم في هذه الأزمنة وغيرها كثير من الناس اتخذ الظلم سياسة، اتخذ الظلم ذكاء، اتخذ الظلم دهاء، اتخذ الظلم وسيلة. كل هذا ليس من الحق، كل هذا فشل، والله والله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وتأمل قول الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الله ليس بغافل لا عن ظاهر ولا عن باطن، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله خلقك، ما يعلم ظاهرك وباطنك؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم. تبين لكل إنسان يقرأ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف فعل الله بالظالمين. وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. وتبين لكم كيف فعلنا بهم، تبين والله. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. هذا من بيان الله كيف فعل بهم، من بيان الله أن الله لعن الظالمين. فأي سعادة تنالها، وأي مكرمة، وأي عز، وأي رفعة تنالها بعد أن يحق عليك ربك لعنة الله عز وجل بسبب الظلم الذي تحتمله وتقترفه. من أظلم من افترى على الله كذبا؟ أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. هكذا يقول الله في سورة هود: ألا لعنة الله على الظالمين. أي مكرمة تنالها إذا أبغضك الله عز وجل بتخليك عن العدل وبوقوعك في الظلم. قال الله سبحانه: وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأنبئكم ما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة، إلى قوله: والله لا يهدي القوم الظالمين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يهدي القوم الظالمين. تحرم هداية الله إذا وقعت في الظلم، تحرم توفيق الله إذا وقعت في الظلم، تحرم عناية الله إذا وقعت في الظلم، تحرم ولاية الله إذا وقعت في الظلم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فتولى المتقين ولم يتولى الله سبحانه وتعالى الظالمين. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. أيها الظالم في هذه الدنيا، القوة لله. قال الله سبحانه: يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، أي مكنتم في الدنيا، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. إن هلاك الأمم من أولها إلى آخرها كل ذلك بالظلم فيما بين العباد، سواء ظلم في الشرك أو ظلم بما عدا ذلك من المظالم. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. انظروا كيف صنع الله عز وجل بأمم ابتلوا بالظلم فقطع دابرهم. قال الله سبحانه: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. ذكرهم أنبياؤهم وعظوهم، نصحوهم، بينوا لهم
أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون مما كانوا يكسبون. والله عز وجل لا يفلت الظالم، بل لا بد أن يأخذه عاجلا أو آجلا، كما قال رب العزة في كتابه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. هكذا. وفي هذا الباب حديث أبي موسى الأشعري المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، لم يفلته، لا يفلته، يملي له وأملي لهم إن كيدي متين. احذر أيها المسلم من مجانبة العدل والوقوع في الظلم، فإن هذا والله خطر عظيم، وإن هذه مذلة كبيرة، وإن هذا عليك ضلال، وإن الله عز وجل لا يثبتك، لأن الله وعد بالتثبيت للمؤمنين وحرم التثبيت الظالمين، بل وعدهم، بل توعدهم بالإضلال. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء.